الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أرسل لي أحد الأصحاب صورة يقول إنها ضريح النبي أيوب عليه السلام، وهي من الأماكن التي تستحق الزيارة في إحدى الدول العربية، فهل يجوز زيارة هذا الضريح؟ وهل تعتبر من ضمن زيارة القبور؟ وإذا كانت زيارته لغير العبادة والتبرك فهل هي جائزة؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: إلى زيارة شرعية وإلى زيارة بدعية. وقرروا رحمهم الله تعالى أن الزيارة الشرعية هي ما كان قصد الزائر فيها أن يدعو للأموات أو أن يتذكر ويعتبر ويتأمل حاله وينظر في أمره، فزيارة القبور الشرعية، أقصد زيارة القبور على الوجه الشرعي، لا جرم أنها سنة مؤكدة في حق الرجال خاصة، إذا كان المقصود منها الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور، وكان أصحابه يزورون القبور، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: وتزهد في الدنيا. فالزيارة فيها خير عظيم ومصالح شرعية كثيرة، من تذكر الإنسان الموت والدار الآخرة، ومن استغفاره ودعائه لإخوانه المؤمنين المحتاجين للدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وفي رواية: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذه هي الزيارة الشرعية. أما الزيارة الأخرى فهي الزيارة البدعية، وهي الزيارة إذا اشتملت على شيء من المخالفات الشرعية، كأن يدعو الأموات من دون الله عز وجل فيقول للميت: أنا في حسبك، أو أنا في جوارك، أو أغثني، أو يطلب منه المدد، أو يستغيث به من دون الله عز وجل، فهذه الزيارة زيارة وثنية شركية مخرجة من الملة بالكلية. ومنها كذلك أن يزور القبور للذبح فيها، أو الطواف حول القبور، أو تقبيل عتبات القبور، أو التمسح بها، أو أخذ شيء من ترابها، أو زيارتها لطلب البركة منها، أو البركة في أو البركة من أصحابها. كل ذلك من الأوجه التي تدخل هذه الزيارة في حدود الزيارة البدعية. فإذا لا يجوز للإنسان أن يزور قبرا من القبور بقصد التبرك به، ولا بقصد دعائه، ولا بقصد الذبح عنده، ولا بقصد تقبيله، ولا بقصد حلول البركة عليه حال زيارته، ولا بقصد الطواف عليه، ولا بقصد دعائه أو طلب المدد منه. كل ذلك من الأمور المحرمة الشديدة التحريم، بل إن كثيرا من صور الزيارة الشركية يخرج الإنسان من دائرة الإسلام ثم لنعلم وفقكم الله أن هذا القبر المنسوب لأيوب عليه الصلاة والسلام، والذي هو في عمان، هذا لم يثبت أنه أيوب، ولا نعلمه ثابتا من طريق صحيح، بل إننا لا نجزم جزما بقبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، فقد دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بعض أهل العلم أيضا ثابت، وأما قبر هود وقبر نوح وقبر أيوب عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من قبور الأنبياء كقبر دانيال وغيرهم، فهؤلاء لا نعلم قبورهم عينا، ولو كنا نعلم شيئا من قبورهم فإننا نقول في قبورهم كما نقول في قبور غيرهم من عباد الله عز وجل. فلا يجوز أن نزور قبور الأنبياء لطلب البركة منهم، أو لدعائهم، أو طلب المدد منهم، أو للذبح عند قبورهم، أو للاستغفار عند قبورهم، أو لشيء من التعبدات كالصلاة أو الركوع أو السجود أو الاعتكاف الليالي ذوات العدد عند قبور أحد من الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين. فالذي أرى، إن كنت لم تذهب
لزيارة هذا لا تذهب، لا سيما وأن ذهابك إليه يوجب شد الرحل له، والمتقرر عند العلماء أن الرحال لا تشد إلى زيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فأنصحك ألا تذهب، بارك الله فيك، والله أعلم.